الأرض التي باركها الله ودارت فوق رمالها الطاهرة حوارات السماء مع الأنبياء. موضوعات المؤتمر في التقنيات الحيوية المستدامة بصفة عامة وفي الطاقة المتجددة بصفة خاصة جاية من الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030. الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية هو إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية. النهاردة المؤتمر العلمي الأول للجامعة البريطانية ممثلة في كلية الهندسة بأقسامها المختلفة وكلية الحاسبات والمعلومات في الجامعة بالاشتراك مع هيئة الطاقة الجديدة المتجددة في وزارة الكهرباء. كان موضوع المؤتمر هو ازاي نحصل على مصادر جديدة للطاقة وازاي نتأكد من استدامتها، وبنشجع سوار الباحثين على احتضان الأفكار الجديدة بواسطة الجامعة أو هيئة الطاقة الجديدة المتجددة. المؤتمر تم الإعداد لي منذ سنة، 35 باحث من الجامعة تقدموا بأبحاث مقبولة زائد 11 أجنبي جايين يمثلوا اتجاهاتهم البحثية في دول مختلفة، أكثر 120 بحث تم استعراضهم في اللجان. المؤتمر على مدى بداية من النهاردة من الافتتاح بتشريف وزير الكهرباء ووزير الانتاج الحربي، وبكرة وبعده يومين في الجامعة البريطانية في مدينة الشروق. في على النهارده في 2 سيشن ورك ستيشن او ورك شوب بنعملها مع خبراء في الطاقه. بكره ان شاء الله الابحاث العلميه تناقش في 6 قاعات 8 قاعات متوازيه موجوده. كل الهدف من ان احنا ندور مع سوار الباحثين الجديد، تكنولوجيا جديده، طاقه جديده، بنشجعهم. وكانت الحمد لله جامعة سباقة، السنة دي حصلنا على تمويل من صندوق تدعيم الصناعة والبرنامج الأوروبي للأبحاث. وصل التمويل للحاجات الموجودة الخاصة بالطاقة بس في الجامعة إلى 30 مليون جنيه.